السورة الثالثة عشر: يا ابن آدم، كم من سراج قد أطفأه الريح، وكم من عابد قد أفسده العجب، وكم من غني قد أفسده الغنى، وكم من فقير قد أفسده الفقر، وكم من سحيه قد أفسدته العافية، وكم من عالم قد أفسده العلم. فلولا مشايخ ركع، وشباب خشع، وأطفال رضع، وبهائم رتع، وصبيان يقرؤون القرآن، وكتب الله، وصلاة الضحى، ونساء مطيعات لأزواجهن، وقيام الليل، وحملة العرش، لجعلت السماء من فوقكم حديدا، والأرض جليدا، والتراب رمادا، ولا أنزل عليكم من السماء قطرة، ولا أنبت لكم في الأرض حبة، وأصب عليكم العذاب صبا. السورة الثالثة عشر، سورة أنسوانا. يا ابن آدم، آدم دي، كم من سراج فتنة دغجل جلي قد أطفأه الريح فنيا دفا كافغا، وكم من عابد بتكلا جلجل قد أفسده العجب كبير لا يكبتوش، وكم من غني نفلتك جلجل قد أفسده الغنى نفلتك آياتش، وكم من فقير فغدان جلجل قد أفسده الفقر فغدان آياتش، وكم من صحيح كان يبطو جلجل قد أفسدته العافية لغفيا آياتش، وكم من عالم لونك بغى جلجل قد أفسده العلم لوني آياتش. فلولا مشايخ من تغربا وكسن تنتي ركع من بك ركوك علي، وشباب أنفنانجو خشع من سرني ألاني، وأطفال أن دمسن ردع وبك سيمي، وبهائم أن دابو رتع وبك دومينيك، وصبيان أن دمسن يقرؤون القرآن وبك قرانك، وكتب الله أن لك كتابو، وصلاة الضحى أن ولها سري، ونساء أن مسو مطيعات من بلبتوليك لأزواجهن وفرجوي، وقيام الليل أن يشوف نافلة سري، وحملة الأرش أن ألك الأرش تبغو. لجعلت السماء والله نألت بنا سنغلوك من فوقكم أو كنا حديدا نغي، والأرض كدوكلوك جليدا الجنين كاسمي فنبه، والتراب كبغوك رمادا كمغوي، ولا أنزل عليكم نتنجليك أو من السماء كبوسن الله قطرة هل جيتوننا، ولا أنبت لكم نتنفللك أوي في الأرض دوكلا حبة هل فنك سكلنا، وأصب عليكم العذاب من اللجباب أوكا صبا بومبونيلا.